رابعا نذكر بعض الشواهد القرآنية التي تشير بوضوح إلى الرجعة والإحياء بعد الموت. والله المستعان. أليف قال مولانا العظيم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف. أين العقل؟ أين العقلاء؟ أين البشر؟ أين أهل الإنصاف؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أين هؤلاء؟ في القبر؟ لاحظ يحاول أن يحاول البعض أن يفسر، قبل قليل ذكرنا يقول يؤكد: أحيوا في الدنيا، ماتوا أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا أو خطبوا ثم أميتوا في قبورهم، يؤكد على القبور. وهنا أين ماتوا وأين أحيوا هؤلاء؟ هذا نص قرآني، أين أنتم عن القرآن؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا في سورة البقرة. هل يوجد أوضح من هذا النص القرآني على الرجعة وعلى الإحياء بعد الموت وفي الدنيا؟ باء قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلن أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كم بقوا من السنين؟ كم مئة عام بقوا؟ أين؟ في الكهف، في السرداب. هؤلاء أيضا من المسردبين، هنيئا بالإمام سلام الله عليه. المسردب كما سردب أصحاب الكهف. أيها الناصبة، أيها النواصب، أيها الأغبياء، أيها الجهلة، إنكم تعادون النبي بمعاداتكم للإمام المهدي عليه السلام. نفتخر بالمسردب، نشفع إلى الله، نقدم المسردب بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى، نتشفع به، نفتخر به، ننتظر الإمام المسردب عليه السلام. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق إذن وعد هذا هو وعد الله إذن ليعلموا أن وعد الله حق بالانتظار بالترقب بالفتح بالمهدي عليه السلام ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة بعد اليوم الموعود بعد المهدي ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء من المسلمين أم من الكافرين؟ من المؤمنين؟ من الموحدين أم من المشركين؟ من الملحدين؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل هذا كان الكهف السرداب؟ هل كان مسجدا فدفنوا فيه أم ماتوا وأقيم عليهم المسجد؟